يعني تأييسك كان فايجر وودز. يسمعني حسن وانا فيصل يسمعني اخوكم امر التشكيل وصدام موجود يسمع كل من عنده هويه راح تجيكم برساله. كل من عنده مال تأييد السكن خاص بالقرمه او بالخيرات يعبر. كل من اي بطاقه سكن كل من عنده تخويل يعني ما عنده بطاقه سكن فاكو مختار اكو قصاصات قصاصات جنسيه لا لا القصاصات صارت في فعل ماضي راحت احنا بعد موجودين احنا 24 ساعه في الجمعه لا 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 قاطع اني اقوده ما في قصاصات ماكو لا قصاصه ولا تخايا راحت كلها راحت والسيطرات ان شاء الله راح تروح وتمشي هنا يا شيخ انت وربعك راسك مرفوع وما اللي يحاول يذل البشر من يعني سياره شخصيه نعم نعم والبيك اليوم كانت لنا زيارة ضمن قاطع لواء المشات 40 المسؤول عن قاطع القرمة وجزيرة القرمة. التقينا في مقر التشكيل مع الأخوان أمري الوحدات ومع أمري أفواج الحشد العشائري والشرطة العاملين ضمن هذا القاطع. تداولنا على الخط فيما يخص الخطة الأمنية والتنسيق ما بين الحكومة المحلية وما بين القوات الأمنية وما بين العشائر. التنسيق بأعلى مستوياته، هناك تعاون وثيق ما بين المدنيين وما بين الحكومة المحلية وما بين القوات الأمنية انعكس إيجابا على الوضع الأمني في المنطقة. اليوم هذه المنطقة تشهد عودة للنازحين، تشهد زراعة الأراضي الشاسعة اللي هي ضمن حدود هذه المنطقة، عمليات إعمار تقوم بها الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، لقاءات ما بين الشيوخ وما بين القوات الأمنية. الوضع جيد جدا وآمن الحمد لله وشكر. إضافة إلى ذلك اليوم أنا كنت في إحدى السيطرات اللي تفصل ما بين قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات بغداد. هذه السيطرات الرئيسية التي تم إغلاقها بعد أن تفشى وباء كورونا في العراق. اليوم صدرت الأوامر والتوجيهات من رئاسة الوزراء ومن خلال قيادة العمليات المشتركة بتخفيف الإجراءات اللي متخذة والمتعلقة بفتح هذه السيطرات. وفعلاً أنا اليوم في إحدى هذه السيطرات اللي تربط محافظة الأنبار ببغداد وأوعزت بفتح هذه السيطرات لكل أبناء المحافظة لتسهيل مرورهم من وإلى مساكنهم وإلى محافظة الأنبار.